ناخذ هلا الحاله الثانيه بتصير عندي هلا الزاويه هون 0 فاي اس وفي اس ان فيز. هلا هذا بسهل شوي الحسابات لانه هاي مباشره فيش لها زاويه راح تصير 65.2 مضروبه مباشره في 0.0445 وهاي زاويتها مباشره 90 مضبوط؟ فهاي بتصير جي 65.2 مضروبه في 0.0645 خلص هذه ريل بارت وبجمع على ريل بارت وهذا هو الجي جاهز منهم فهاي بتصير عندي حد يضرب 65.2 في 0.0445 المفروض تطلع معنا 2.9 بتطلع مضبوط على حسب عندي هون بتطلع 10.9 كانها 6 في 0.4 المفروض تطلع حوالين 3 بتطلع 2.9 بالعشرة وهاي بتطلع 4.21 فبصير عندي المجموع النهائي 230 32.9 زائد جي 4.21 ودي بتطلع في البولر كوردينيتس 232.94 at 1.04 degrees. اوكي شو صار عندي هلا اذا في بي على ايه؟ 232.94 فولتس الفولتج ريجيليشن بيساوي الفرق بين هاي و 230 مش هيك اللي هي 2.94 على 230 في 100% تطلع هاي المفروض تطلع 1.28 مضبوط؟ تطلع بالاخر 12 و12% 12 ولا 1.2 بالعشرة؟ 1.2 بالعشرة 1.3 ايوه صح اذا هاي الحالة الثانية ايش صار بالفولتج ريجيليشن تحسن شوي طيب ناخذ اذا اخر شيء الحاله الثالثه الحاله الثالثه بتصير عندي زاويه بلس 36.8 بتصير هاي ليدنج كانت بتصير ليدنج 65.2 هلا فبصير عندي 65.2 0.0045 وهاي هون عندي 36.8 زائد 65.2 مضروبه في 0.0645 والزاويه هون بتصير 36.8 بلس 90 مش هيك؟ فبتصير الزاويه الجديده تطلع 126.9 مضبوط؟ لانه 90 زائد 36 126.9 هذا الفيزر كانه ايش صار يعني؟ كانه عندي فيزر هيك مضبوط؟ ففي جزء منه راح يكون هيك وفي جزء منه راح يكون الريل بارت ايش راح يصير؟ نيجاتيف الريل بارت راح يصير نيجاتيف مضبوط؟ فهذه لما بحللها راح يطلع معي ريل بارت نيجاتيف قديش كوساين ال 126؟ شو لازم يكون كوساين الزاويه اللي اكثر من 90؟ سالب اذا اضرب بالله هاي في هاي بيطلع 65.2 مضروبه في 0.0645 هذا بيطلع ماينس 2.52 بيطلع 4.2 مضبوط هيك في كوساين هاي الزاويه مضبوط وهاي بتصير 230 زائد 2.32 زائد جي 1.74 هذول جايين من هذا الجزء اللي موجود هون فبيطلع الجواب النهائي 229.8 زائد جي 5.1 ويساوي 229.85 at 273 ايش بنلاحظ الرقم هذا صار؟ اقل من 230 فالفولتج ريجيليشن ايش لازم تصير اشارته الان؟ سالب فبصير عندي في ار بيساوي 229.85 ناقص 230 على 230 في 100%
تطلع عندي الفولتج ريجيليشن هون ماينس 0.062. هاي الحالة الثانية. صار الفولتج هذا طبعا هذا في تي، في تي على اي مش هيك؟ حلو، في تي على اي من هون. فالبرايمري الفولتج الحقيقي على البرايمري رح يكون 2200 و98.